دكتور نادر، حابين اليوم نتطرق معك للصور يلي عملوا هيك شوي حالة من البلبلة على الساحة الفنية، وهي العشاء الأخير يلي كان بمنزلك يلي دعيت فيه عدد من الأصدقاء، ومن بينهم كان المخرج طارق العريان وصديقته نيكول سعفان. اليوم شو بترد على الأشخاص يلي اعتبروا أن يمكن هيدي الدعوة كانت محاولة منك لاستفزاز النجمة أصالة؟ انه انا بتجمعني وبتربطني علي قواطيتي بأصالة وبطارق، عرفتي من سنين بقى، والقصة اللي صارت ابدا منا لا استفزاز ولا انه بتسيب انه بيكلمني طارق العريان، قال لي انا ببيروت، وكان سبق وشفته بدبي من شهرين تقريبا، وقت ما كان عم يعمل إخراج الدعاية والله الكليب لعمرو دياب، بقى تلاقينا بدبي، وبس إجا بيروت أكيد كلمني، وصادف إنه كان عندي عشاء بالبيت يعني، بقى حكيني قبل بيوم وهيك حكما يعني، كان من المدعوين لحتى يكون متواجد، لأنه مش بس بتربطني فيه علاقة صداقة، بتربطني علاقة صداقة بصديقه يسري يلي كان متواجد كمان ببيروت، وهون تمت الدعوة للشخصين مع أصدقاء، وبالتالي إجا السيد يسري وإجا طارق العريان، وكانت معه نيكول. أبدا منه استفزاز، لأنه وقت ما أنا بدي أعزم حدا منه الهدف انه انا ايش احط عليه شروط، مين بيجيب ومين ما بيجيب. طب دكتور، انت ما كان عندك شوي تخوف انه هيدي الدعوة انه تأثر على صداقتك مع النجمة أصالة؟ لأنه يمكن تعتبر انه انت اخذت طرف مع جهة معينة. ايه بس تحت قبلك انه انا ما اخذت ابدا طرف، بالعكس، وإذا الأصالة موجود ببيروت كمان بتشرفني بأي وقت. يعني اليوم أنا اللي بدي أقوله، وقت ما بنكون نحن أصحاب مع شخصين وبتنفصل العلاقة بيناتهم، هذا الشيء ما بيحتم على حدا إنه يكره حدا من هالشخصين اللي تعرفت عليهم وقت ما كانوا مع بعض. طب دكتور، كمان اليوم حسينا انه اليوم تواجد طارق العريان مع صديقته عمل هيك شوي مثل يمكن خلى بعض المدعوين ياخدوا يمكن جانب معين، لانه حتى ما يتأثر على صداقتهم مع أصالة. اليوم ما حسيت انه انت يمكن خليتهم ينحطوا بموقف، كان فارس كرم او غيره، ينحطوا بموقف هيك شوي خجلوا فيه، لانه حتى ما يختلفوا مع أصالة أو تفكر إنه هن جايين مع طارق أو على صداقة مع نيكول أكتر منه؟ ما بعتقد أبدا إنه كانت الجمعة، يعني إذا بدك عفوية، يعني ما كان المقصود إنه يكون فارس، لأنه هو داعم لأصالة، أنا من الداعمين لأصالة يعني، مش إنه بس إنه إذا في خلافات بين شخصين والله يمكن عدم اتفاق، عرفتي؟ إن هي أصالة وطارق بهمهم إنه عندهم عيلة وعندهم أولاد، ما بعتقد الأشياء البسيطة رح تأثر يمكن عليهم وعلى أولادهم، لابد لازم هني يتخطوها حفاظا على تربية الأولاد بطريقة مرتبة. دكتور، اليوم بيقولوا انه حضرتك ما انه دعيت هيدا الثنائي، يعني انت اكدت بطريقة غير مباشرة انه هيدا الثنائي مرتبط فعليا، وعشان هيك حرصت انه يكونوا اثنيناتهم موجودين. عم نحكي عن طارق ونيكول. لا، انه بالنسبة لي كانت الدعوة لطارق، عرفتي انه انا بعرفني انه ما هالصحبة يعني اللي بتربطني بنيكول بقدر ما هي بتربطني بطارق، وكان كمان السيد يوسف المندلاوي
طب دكتور، شفنا أنابيلا نزلت صور بداية عن على السوشيال ميديا عن العشاء، نزلت صورتها هي ونيكول، وما كانت بتجمعهم الصورة موجودة انه فيها طارق العريان. بعد كم يوم رجعت نزلت صورة طارق، هل هي تعمدت هيدا الأمر؟ يعني طارق طلب لا منها ما ابدا، يكونوا كانت موجود هو عفويه، ونيكول الصوره بالصورة؟ ما كانت عفويه، كانت لانه وقت ما نحن بننزل ما بنكون عم نحسب مين عم ننزل، عرفتي؟ انه ويمكن بعدين اجت الصوره من اصدقاء، يمكن كانوا مصورين اخذين الصوره مع طارق ونيكول. لكن سمعنيك دكتور انه باحدى المقابلات كنت عم تحكي التصاريح يلي قلت انه بتتمنى بيوم من الايام ترجع اصالة هي وطارق العريان، هل انت اليوم عم تتمنى يرجعوا بزواجهم، يرجعوا يجتمعوا لا من جديد؟ أنا بتمنى إنه ما يكون في خلافات بين شخصين، سلامة لتربية الأولاد بالمستقبل وعدم الأذية لهم على الصعيد النفسي، عرفتي؟ يعني بالنهاية بيسوى شخصين ما يتفقوا، ما يكون في كره بيناتهم، لأنه هذا بينعكس سلبا على الأولاد. الله يخلي لهم أولادهم.